فهناك الكثير من التقارير التي تحتويها هذه الصفحة، من أبرز التقارير الانتقادات الحقوقية لوفاة أشخاص في أقسام شرطة مصرية. وأدان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر الانتهاكات التي يتعرض لها مواطنون بهذه الأقسام. نتابع معا هذا التقرير. قصة طبيب الإسماعيلية الذي قضى بعد واقعة الاعتداء والقبض عليه أثناء وجوده في صيدلية وذلك من قبل أحد ضباط الشرطة، أعادت فتح ملف انتهاك حقوق الإنسان في بعض من أقسام الشرطة في مصر. ذهبنا إلى الإسماعيلية نتحرى قصة الطبيب الذي كان يعمل بصيدلية زوجته وفوجئ باقتحام ضابط للصيدلية للتفتيش، وهناك التقينا والد الضحية والذي كان يتلقى العزاء. التقرير موجود، التقرير موجود ان مضروب في رقبته هنا طبيب الشرعي. يوضح الفيديو المسجل داخل الصيدلية بكاميرات مراقبة دخول الضابط متوجها الى الدكتور عفيفي موجها اشارات بيده ولطمه على وجهه، وهو الفيديو الذي قدمت منه نسخة الى النيابة العامة واخذ طريقه الى مواقع التواصل الاجتماعي. بوكس نزل تفتيش، هنا ضرب تهزيق، وفي الاخر بقى اقتياد اخده في البوكس، واخد امين الشرطه العربيه للاسم، وبدات الاحداث بقى الحقيقه. دكتوره وروح يا دكتوره، ودكتوره تروح وتلاقي جوزها ميت في الاسم. النيابه العامه امرت بحبس الضابط 4 أيام على ذمه التحقيقات، واوقفته وزاره الداخليه عن العمل بعد احالته للتحقيق. اتصلنا بمدير امن الاسماعيليه اللواء علي العزازي لمتابعه القصه من وجهه نظر الوزاره. رفض الرجل التسجيل معنا رغم موافقة سابقة، معللا ذلك بصدور بيان للوزارة. وزارة الداخلية خرجت بيان تطبيق القانون وروح القانون بعيدا عن استخدام العنف أو استخدام القسوة، وإن أي حد من أفرادها أو من صغار ضباطها يتجاوز بتقوم هي بعدة إجراءات تقديمه، إما لو كان الأمر يشكل جريمة جنائية بتقدمه للنيابة العامة بنفسها، لو كان الأمر مخالفة إدارية بتاخذ أقصى درجات العقوبات الإدارية قبله. وفاة طبيب الإسماعيلية ومواطن آخر في الأقصر بأقسام الشرطة تبرز للواجهة تعامل الشرطة مع المواطنين في وقت تنادي فيه أصوات بتكرار مظاهرات يناير التي كانت إحدى شراراتها قضية مشابهة معروفة باسم قضية خالد سعيد. المنظمات الحقوقية من جهتها تطالب بتطبيق حازم للقانون على الجميع. يجب أن يعاقب من يجرم يمارس جريمة التعذيب لأنه خالف القانون، مش لأن في ضغط. إحنا بنعرف ببعض الحالات، لكن الأكيد إن أضعاف وعشرات الأضعاف من هذه الحالات بتتم دون علم الجمهور الواعي الآن أو من المنظمات الحقوقية. رئيس الوزراء المصري قال إن نتائج التحقيقات الجارية في النيابة ستكون معلنة أمام الجميع، مشددا على أنها حالات فردية ومعروضة أمام القضاء. وحتى ذلك الحين تبقى آهات الثكالى من أهالي الضحايا في انتظار استعادة حقوق أبنائهم. محمد حميدة، BBC الإسماعيلية. ينضم إلي عبر الهاتف من القاهرة الصحفي المصري عماد الدين حسين. مرحبا بك سيد عماد. حالة من الاحتقان الشعبي يصفها البعض، ودعوات للتظاهر ربما في العديد من المناطق وخاصة في مناطق الصعيد، أين يمكن أن تفضي هذه الدعوات؟ هل يمكن أن نشهد شيئا مشابها للخامس والعشرين من يناير؟ صباح الخير. أولا يعني السياسة كما تعلم كل شيء جائز، لكن أنا أظن أن الإجراءات التي بدأت تتخذها وزارة الداخلية قبل 3 أيام من التحقيق مع ضابط الإسماعيلية وحالاته إلى التحقيق وحبسه ثم الاعتذار لاهالي الاقصر رسميا في سابقه يعني جديده على الشرطه، اظن هذا الامر هذا الى حد كبير من اسباب الاعتقال، لكنه لم يزل هذه الاسباب تماما. بطبيعه الحال هناك اصوات معارضه في الشارع المصري تحاول استغلال هذا الامر، وهذا من حقها السياسي بطبيعه الحال مثل جماعه الاخوان المسلمين، لكن ظني الشخصي حتى هذه اللحظه الامور لن يعني لا يمكن ان نقارنها ب 25 يناير الا اذا استمرت، والا ومن دون وجود رد فعل حقيقي وحاسم من الشرطه المصريه. الشرطه المصريه كنت قد قابلت مسؤول امن رفيع المستوى قبل 3 أيام في بورسعيد على هامش احتفال افتتاح ميناء شارع التفريعه،
وقال لي انها حالات فرديه واننا عزمونا على يعني البعض من المراقبين يرون انه يمكن ان يعني تفضي هذه المظاهرات او هذه المطالبات وهذه الحوادث الى اقاله وزير الداخليه، لكن البعض الاخر يرى ما فائدة إقالة وزير الداخلية؟ ما هو حبيب العادلي الذي تمت إقالته؟ لكن النهج هو نهج نظام وسلطة أمنية وليست مسألة أشخاص أو وزير وشخصيات. لا أتفق معك، القضية ليست فقط حتى نهج النظام، يعني قد نصدق أحيانا أن هذه حوادث فردية، لكن إذا كانت هذه حوادث فردية وهذا ما كتبته اليوم في الشروق، فلماذا لا يتم تجفيف التربة التي تنبت مثل هذه النماذج المريضة والمختلة التي تقوم بتعذيب الناس؟ ظني الشخصي أنه لو تم محاسبة هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال يعني التي لا يمكن التعاطف معها بحال من الأحوال، لو تم معاقبتهم عقابا رادعا فلن يقوم أحد غيرهم بتكرارها، وبالتالي لابد من أن تقوم وزارة الداخلية بتجفيف المنابع التي تنبت شخصية حاتم، هذه الشخصية التي صورها ببراعة يوسف شاهين وخالد يوسف في فيلم هي فوضى. طيب سيدي، يقال أنه يعني هذا الموضوع ممنهج بالنسبة لضباط الشرطة خصيصا، يعني عندما يموت شخص في قسم شرطة نسمع الكثير عن حالات التعذيب، لكن لا تكون في أقسام الشرطة في الكثير من الدول التي يشار إليها من منظمات حقوق الإنسان بأنها تمارس التعذيب، لا يتم هذا الموضوع في إطار الشرطة وأقسام الشرطة المفضوحة يعني بالنسبة للإعلام، لأنها يعني تعتبر هذه الأقسام هي أقسام مؤقتة وتحت سلطة القانون، يعني عندما تصل الأمور إلى أن التعذيب يتم في هذه الأقسام إلى أن يفضي إلى الموت وليس في أفرع أمن سرية جدا، يعني ألا تظن أن هذا الأمر يقول البعض أنها تدرس في 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 كلية الشرطة للضباط الذين ينوون التخرج؟ بطبيعة الحال لا، هذا كلام غير صحيح إطلاقا. ننتخذ الشرطة كل يوم لأسباب كثيرة، لكن هم المشكله انهم لا يدرسون اطلاقا هذا الكلام الذي تفضلت به، هم يدرسون ماده عن حقوق الانسان، لكن هي المشكله كيف تدرس ماده عن حقوق الانسان ثم نفاجئ بمثل هذه الحالات. الوزاره تقول طول الوقت الى اخر بياناتها ان هذه حالات فرديه ولا تعبر عن نهج او سياسه منظمه وممنهجه لها. الفارق الذي سيحصل من هي وجهه النظر الصحيحه هو الحساب العاجل والسريع الذي ينبغي أن تقوم به الشرطة وتحاسب هؤلاء الناس الذين يرتكبون مثل هذه الممارسات اللا إنسانية. الرئيس السيسي بنفسه أبدى اعتراضه أو امتعاضه من صحفي انتقد أداءه أو انتقاد الصحافة، لكنه لم يعني يتطرق إلى موضوع أقسام الشرطة وحالات انتهاك حقوق الإنسان فيها على الإطلاق، كيف تبرر ذلك؟ يعني أنا أختلف معك قليلا في هذه النقطة. الرئيس السيسي في اللقاء الأخير قال أنه لا يقبل تجاوزات من أي جهاز على حساب المواطنين، هذا كان كلام واضح، ولأنه عنوان كان مهما في ظل هذه الأحداث فقد كان عنوانا لمعظم الصحف اليوم بتالي، وبالتالي لا أعتقد أن الرئيس يوافق على هذه الأشياء، وإلا ما كان قد قال ذلك. أشكرك عبر الهاتف من القاهرة الصحفي المصري عماد الدين حسين.